شخص عزم أصحابه على العشاء ولما جوي قال لهم مازحا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وشخص ثاني يتحدى صديقه ويقول له حتخسر التحدي. فيرد عليه صديقه ويقول له شون عرفت أني حخسر؟ فيقول له سيماهم في وجوههم. وشخص ثاني يريد يشوف صاحبه فيرد عليه صاحبه ويقول له نتلاقى بعد أسبوع. فيقول له بعد أسبوع هواية. فيرد عليه صديقه ويقول له إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وغيرها الكثير من هذه الجمل والعبارات اللي نسمعها يوميا في حياتنا. لا أقصد طبعا الاستهزاء بآيات القرآن، هذا طبعا موضوع ثاني وأغلب الناس لا تفعله والحمد لله، ولكن هل يجوز إنزال آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح والضحك وخفة الدم؟ قد يجيني هنا واحد ويقول لي أنت ليش مكبر الموضوع، إحنا قابلش قاعد نسوي، هو إحنا بس قاعد نشاق ونمزح ويا بعض. أقول لك يا صديقي انتظر وتابع. شوف يا صديقي، العلماء قالوا إنه القرآن للتدبر والخشوع والاطمئنان والهداية وليس للمزح وإضحاك الناس به. فهل خلصت كل السوالف ما الدنيا بحيث لجأنا للقرآن حتى نضحك الناس به؟ أكيد طبعا ما يخلى يومنا من الضحك والنكات والمزاح، وكلنا عندنا شخص اللي يجمع بين الجدية والمزاح وروح الدعابة، إنسان الكل يحبه ويحب مجلسه، لكن وقت يصير المزاح غير مرغوب به، بل وحتى ممكن يكون خطر عليك كمسلم. وهل فعلا مسموح لنا أنه ننطلق بالمزاح شو وقت ما ردنا وشلو ما ردنا؟ شوفوا خلينا نتفق أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه ولكن بضوابط، كان يمزح معهم حتى يقوي الرابطة والأخوة فيما بينه وبينهم. هناك طبعا أحاديث كثيرة تذكر هذا الموضوع، نذكر منها هذا الحديث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عجوز جاءته تقول يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. انزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك قال لها إن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا، بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخل شابة بك. هذه الأدلة وغيرها تدل على لطف وبساطة معشر النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المزاح، ولكن هناك بعض الضوابط المهمة التي حددها الإسلام، وأكيد هذه الضوابط موجودة للمحافظة على علاقتنا مع الناس، والأهم من هذا كل المحافظة على سلامة ديننا. فشنو هاي الضوابط يا صديقي؟ الشرط الأول وهو أهم هذه الشروط لا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين، ولا نستخدم آيات القرآن والأحاديث في إضحاك الناس وفي المزاح، وأغلب الناس مثل ما قلنا تسوي يمكن من غير قصد. القرآن الكريم هو لهداية الناس، لهداية البشر، فيجب أن ينزه ويعظم عن سفيه القول، ولا ننزله منزلة مزاحنا وسوالفنا أو ننزله في غير موضع. وللأسف هذا النوع من المزاح موجود كثير في مجتمعاتنا، بل حتى بين الملتزمين والحافظين للقرآن. فمثلا عندما سأل أحد المعلمين عن طلابه فيجيبون، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أو عندما يتجادل شخصان فيريد أحدهما إنهاء الحوار بطريقة مازحة فيقول لكم دينكم ولي دين. أو عندما تطلب من صديقك عملا ليقوم به بهدف عمل مقلب، وعندما يسألك عن السبب تقول له حاجة في نفس يعقوب. أو هذا الشخص اللي كان مع أصحابه ودق تليفونه وكان الذي يتصل به مدير بالعمل فقال أحد الأصدقاء ادعوا له فإنه الآن يسأل، مقلدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الدف يقف ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الله، موقف عظيم ومهول وكلنا حنمر به لا محال، استخدمناه للضحك واللهو، بل حتى وتجد خياطا كتب على باب محله وكل شيء فصلناه تفصيلا، بل وتجد حلاقا كتب على باب محله وجوه يومئذ ناعمة، وغيرها الكثير من الجمل التي لا تتناسب البتة مع القرآن العظيم. بس شوف يا صديقي، أكو فرق كبير جدا بين استخدام آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بغرض الاقتباس والاستشهاد في مجلس ذكر أو موعظة أو غيره، هذا أمر طبعا محمود جدا وحتى لك به أجر، بل نحن نتكلم عن استخدامها في غير أماكنها، في أماكن الضحك وغيره. الشيء الثاني، لا يكون هذا المزاح إلا صدقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. فبالتالي لا يجوز أن تمزح كذبا لتضحك الناس أو لتتودد إليهم. بس نحن
حدث ولا حرج. كثير من كلام الناس في المزاح قد تجد فيه الكذب إلا من رحم. الشيء الثالث، لا يكون هذا المزاح في ترويع الآمنين أو ترويع الناس، خاصة ممن لديهم قوة بالسلاح أو غيره، أو ممن يستغل الظلام أو ضعف الناس. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وترى هذا النوع من المزاح ممكن يسبب حتى مشكلات صحية أو قلبية، أو حتى ممكن يؤدي إلى الموت لا قدر الله. وعلى شنو؟ على شيء ما يسوى أبدا. الشيء الرابع، أن لا يكون هذا المزاح فيه شيء من الاستهزاء بالناس والغمز واللمز. ادخل لي على هاي النقطة، خليني أسولف بيها، لأنه صراحة هذا الشيء منتشر بكثرة بين الناس. شوفوا، رب العالمين خلقنا مختلفين، واختلافنا ليس سبب أبدا للاستهزاء ببعضنا البعض بالمزاح طبعا. فالناس مراتب في مداركهم وفي عقولهم، وتختلف شخصياتهم، وبعض الناس تجد هذا الاختلاف فرصة حتى يضحكون بها بقية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ونهى السخرية والإيذاء بالكلام، إنه يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. خامسا، لازم تختار الوقت المناسب للمزاح، ولازم تعرف مقدار الناس يا صديقي. ترى مو بالدخلة والطلعة أنت تمزح، لأنه المزاح يا صديقي إذا يزيد عن حد يصبح مذموم. وصدقني ترى الإفراط في المزاح والإفراط في الضحك يقسي القلب، وحتى الناس ترى ممكن تصير تنفر منك. وانتبه انه تمزح مع الكل بدون اي اعتبار، وانتبه همين للكلمات اللي تقولها والاسلوب مالتك كلش زين. وشوف ترى المزاح هو شيء طيب وممكن يقوي العلاقة بين الناس، ولكن يكون مثل الملح في الطعام، شيء بسيط. انتبه يا صديقي لهذا الموضوع، لانه ترى مو سهل، لازم تحذر به من الجانب الشرعي. وبس هذا كان ويانا الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون الكل استفاد منه. اي واحد عنده استفسار او تعليق عن هذا الموضوع، او عنده معلومة يحب يضيفها، خليه يكتب لنا بالتعليقات. اذا وصل الصديق هاي الدقيقة، وأهم شيء يكون عجبك الفيديو واستفاديت منه، انزل بسرعة واشترك بالقناة وخلي إعجاب وتعليق. ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم وجديد. سلام عليكم.